السلام عليكم. يقول سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يحبرون أي يسرون سرورا تتهلل له وجوههم لما يجدونه من التنعيم والتكريم، فهو مأخوذ من الحبور الذي هو السعادة. جعلني الله وإياك من أهل السعادة. يقول سبحانه وتعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. معنى مبلسين يائسين. وهذا نظير قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فالقنوط والإبلاس واليأس معان متشابهة. من وصايا لقمان لابنه قوله: ولا تصاعر خدك للناس. وقرئ أيضا: ولا تصعر خدك. وأصل التصعير في اللغة إمالة الرأس إلى جانب للإعراض عن جانب، وهو مشتق من الصعر الذي هو داء يصيب البعير فيجعلها تلوي عنقها. وهذا كله كناية عن ازدراء الخلق والتكبر عليهم واحتقارهم، لأن مصاعرة الخد هيئة المستخف في الغالب. ومن هذا قول بشار بن برد: إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. وهذا البيت من قصيدة له مشهورة، يقول فيها ناصحا للصاحب ألا يقف لصاحبه عند كل زلة، يقول له: إذا كنت في كل الذنوب معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. وهذه القصيدة هي التي يقول فيها البيت الذي امتلأت به كتب البلاغة: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، حيث شبه هيئة السيوف التي تهوي بسرعة وسط الغبار بالكواكب التي تهوي في جوف الليل. والغريب في البيت أن بشار بن برد استطاع أن يتخيل هذه الصورة البديعة وهو رجل أعمى، فسبحان من قسم المواهب على خلقه. يقول الله تبارك وتعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الختار الغدار، والختر أشد وأفحش مراتب الغدر، لأن من كفر بالله فقد نقض عهد الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وناسب وصف الغدر في هذه الآية لأنها ذكرت حال الإنسان إذا ركب البحر، في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. فكفره في البر بعد أن كان عاهد على الإيمان حين كان في البحر مناسب لوصفه بأشد مراتب الغدر وهو الختر. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.